دي مش باثولوجي يعني درس باثولوجي يعني ما هي الامراض التي تصيب السيستم اللي هو معرف اسم كانالي كيلر سيستم. التير درينج سيستم بيبتدي من البانكم، في عندنا حاجه اسمها فيرتيكال كانريكولس، وبعدين في عندنا حاجه اسمها هوريزونتال كانريكولس، كومن كانريكولس، لاكن ساك، وبعدين لاكن ساك. ما انا عندي الكانريكولس سيستم اللي هو من البانكم لغايه الكومن كانريكولس، لكن هو حاجه هي المنطقه دي هي دي اسمها الكانريكولس سيستم. ايه المشاكل اللي ممكن تجي لنا في الكانريكولس سيستم؟ ممكن يجينا الجندر مانفورميشن اوف الاكشنال درينج سيستم، ممكن يكون عندنا انفلاماتوري كونديشنز such as sarcoidosis، ممكن يكون عندنا انفكشن زي كانيكولايتس، ممكن يكون عندنا تروما بتشوف كتير جدا، ممكن يكون عندنا تيومرز كبيره شويه عن وجه، في عندنا اياتوجينيك ثيرمال بانكر كلوجر، يعني ده برضه بعتبره باثولوجي، اللي كان زمان الناس بتقفل البانكر، واعتقد لغايه دلوقتي في ناس بتعملها عشان حالات الدراي اي ماسك الكوتري وحطوا في دخلوا في البانكر كده ويقعد لغايه ما يقفلوا خالص. ده اللي قصدي بيه اياتوجينيك ثيرمال بانكر كلوجر او اي دي بانكر. بانكر السينوسيس دي اكتر حاجه بنشوفها في حالات الكانريك سيستم حوالي 25% من حالات الكيفر اللي بنشوفها في حياتنا بتكون بانكر السينوسيس. اليوجين بتكون اندوس في الجانبين، يعني ايه في الجانبين؟ يعني من استخدام الاطراف، انا بحب اقولها من سوء استخدام الاطراف، المواد الحافظه والاطراف هي اللي بتؤدي الى انواع البانكر السينوسيس. السكند كوز ليها ان يكون في فايرال انفكشن هو اللي يؤدي الى بانكر السينوسيس. يوجد في الامست العام بيجمع على طول المزرعه اللي بيشوف الفكره الحساسيه ويقعد يجيب ويزود المشكله ان الدكتور يقعد يكتب له ستيرويدز فيها بريزرفتيفز وما ياخدش باله ان المشكله موجوده في الفانكشن مش هيحط عليها الف والعين يقعد بقى دايره مغلقه. سيمبل مانجمنت سهل جدا، الكومن كوز فايرل انترميديت ودراج انفوز. انا فايرل دراج انفوز هي اشهر حاجه بعديها الفايرل، لا ما تقولش سوري انا اللي بشوف كده. types of functional occlusion عندنا في occlusive type اللي هو بيكون edematous او peritonitis، في عندنا constricted اللي في السيكاتريشيا اكتر حاجه احنا بنشوف الايدامتس وبعد كده بنشوف البريتونايز والسيكاتريشيا زي بعض، اكتر حاجه كومن بنشوفها في الايدامتس تايب. الايدامتس تايب بنوقف كل الميديكيشنز اللي لما نشخص ان العيان بقى عنده ايدامتس بانكر ستينوسس يبقى بانكر سيتي ده لازم توقف كل التريتمنتس اللي بياخدها الا اذا كان بياخد تريتمنت معينه زي التريتمنت بتاعت حالات الجلوكوما يبقى مستمر عليها وتحاول تغيرها له حالات ثانيه مع الدكتور الكبير. لكن الحالات لو ياخد حاجات مالهاش معنى زي حالات الانتي الرجيك انسولين وايزين مش عارف ايه الحاجات دي كلها تقف تديله بريزرفتيف فري ستيرويدز. انا بحب اديهم 5 ميزيون 1% اي دروبس في حضره الابوكانا وبياخدها في مده قصيره 3 اسابيع بنحللها في التدريب 3 2 1 العيان بيتحسن جدا بالطريقه دي. بعض الحالات الايدامتس بص ده بعد ما اتحسنت القديمه هو بس لسه ستيل عنده شويه ستينوسس او الحالات السيكاتريشيال تبقى محتاجه انك تتوسع لها بعدين. انا الطريقه اللي بحب اوسع بيها الفانتم في حاجه اسمها الكاليس فانكشن اللي بيستعملوه الجماعه بتوع الجلوكوم ده ببقى احطه في الفانتم بالطريقه دي بوسعه بمستو اللي بيعمل لي الفانتم راوند. اللي اشتغل في سليب قبل كده يعرف ان في سليب عاده لما تعملها بص ده العيان رجع بعد كده الفانتم بقى سليب. لو ما يحصل هيلينج تبص ده العيان رجع لك الفانكشن كده بقى عامل زي الشفره ما بقاش راوند. الميكانيزم بتاع السكشن اوف ذا فانكشن احد الميكانيزم كذا حاجه لكن احد الميكانيزم بتاعته الراوند كونفجريشن اوف ذا فانكشن سيلف من الحاجات اللي بتساعد ان الفانكشن ياخد فانكشن كتير يوصلها للدرينج سيستم. كنت زمان بحط الطيوب اللي انتم شفتوها دي اللي هي اسمها الميني مونيكر بطلت احطها خالص دلوقتي لو لقيت ان العيان محتاج حاجه واحط له على طول سيلف انتوبيشن عليه. بالرغم ان في ناس هتقول لي انت كده بتخش في السيستم التحتاني والسيستم التحتاني سليم بس اعتقد ما اعرفش راي الدكتور عصام ايه او الدكتور رامز انا اكتشفت ان الحتت اللي بره الحاجات اللي الايدج بره دي بتعمل جرانيلومز اللي هي انسلنس تعمل جرانيلومز كتيره في المنطقه دي ممكن يحصل عليها هي الاوفر كرافت ده يكون الفايبر نامت فوقيها تيجي تشيلها تبص تلاقيها قفلت تاني. السيلف انتبيشن بتاعنا الباي كاناليك العادي اللي ماشي من فوق لتحت ده عشان ما فيش رفنس في المنطقه دي ما بيحصلش الانسلنس جرانيلومز اقل. مع جماعه بتوع الاكل بيرسي لما بيعمل انتوبيشن ما اعتقدش انه بيعوض اللور كاناليك سيستم اللور لاكن سيستم بيعرف يعملها صح وازاي الدنيا ماشيه مفهوم حضرتك لما بتعمل بانش بيبقى الاتجاه بتاع البانش فين؟ ناحيه الليت مارشن ولا ناحيه لا مش ناحيه الليت مارشن مش ناحيه لو شوف البانش جايه فين؟ ناحيه البانش بتاعتها ناحيه الليت مارشن هتشيل حته هتبوظ البانش خالص
لان الحته اللي من البنش من هنا وراها سكين على طول في المكان ده. لكن هنا انت عندك بنش طيب، عندك تشانس انك توسع لو اخذت اول بنش وما وسعتش، عندك تشانس انك توسع فيها. في كومبليكيشنز قلتها وانا بتكلم ان ممكن يبقى فيه زي فورم بودي سنسيشن، الحج بتاع المينيم وان ممكن يبقى بلوك كبير بيحط يعني تقدر تستعملها زي البنك، زي البنك بلاك بتاع البراينز. بس دلوقتي البنك بلاك بتاع البراينز عملت حاجات صغيره شويه ما بتعملش الكومبليكيشن ده، بس لما تيجي تجيلك يبقى فعلا بتتكلم صح عشان تبقى المكان ده في فورم بودي سنسيشن. الكلام صح مش وحش. ديسلوكيشن بتلاقيها وقعت ما تحصلش في المينيم وان، مش ده السبب اللي انا خليني ابطلها، بس انا كنت بحضرها من زمان دلوقتي. في ريدج والبريكنج والريتشنج ممكن يحصل. الكور بودي جرانيولوما ده السبب الاساسي اللي خليني ما استعملش الكاس اللي هو المينيم وان عشان البريكنج حتى دي اللي بيقعد على الوضع. الكاميريكولر كروما دي اكتر حاجه احنا بنشوفها في الكاميريكولر كروما. بتحصل في الكارتونز ممكن بتشوف اللي انا بشوفها في الانفورت بروبن، بيجي دكاتره كتير بيعملوا بروبن للعيانين والبروبن ليه تريك معينه ان في تعمل بالذات الابر كانت تعمل بروبن من فوق. الناس بتروح داخله بالكمبارتمنت بالبروب وخبطه بالهارد ستوب ويروح قالب البروب ونازل على طول عشان يعمل البروبن التسليم بتاعه. هي كلها انت لازم اول ما وانت بتقلب لازم تريلاكس الجلد. يعني انت تركز نفس كده، يعني تكرمش الجلد من كده وتحطه ناحيه النوز وانت بتقلبها تحت عشان ما تقطعش الكانريكلز. تلاقيني انا عظيمه رسمه. ثالث حاجه تايت فيكسيشن اوف لاكريمال تيوبس. يعني تايت فيكسيشن اوف لاكريمال تيوبس اللي بيعمل انتوبيشن بيروح رابط التيوب جامد جدا في مناخير ويبقى شايلها قوي، تبقى شاده على البانكتاي. شفت على البنكات تلاقيها مع الوقت عملت تشيز وايرنج وتلاقيها معديه عماله تقطع في الكانريكيوس لغايه ما توصل جوه. فده اللي قصدي بيه ان تايت فيكسيشن اوف لاكن تيوب. هي الطريقه اللي بنعمل فيها البروبن صح عشان ما نعورش الكانريكيوس. ودي بشوفها مش قادر اقول كوايت كومن، بس دي عيانين ده بيقول لي انا عملت تسليك وقلت اروح افحص ارص الاقي مقطوعه كانريكيوس. انت لما بتيجي تعمل المنظر ده وانت بتدخل البروب بتبقى شاكك جبن عشان الكاناليكيوس في حاجه اسمها الاكورديون بولز عشان تقدر تدخله بسهوله تبقى شده كده. لما تيجي تغير الدايركشن بتاعك بتاع البروب ناحيه الميزو لاكريمال ده لازم تريليس صباعك اللي انت شادد فيه الجبن وانت بتدخل البروب ما تنساش. واحيانا لو لقيت ان الجبن زفت محتاج يبقى جبتهم تايم كده تروح زق الجبن جوه مش تسيبه كمان، تروح زقه لجوه كمان عشان تدي فرصه للبروب بتاعتك وانت بتقلبها تحت كده ما تعورش كده. ابتدى ان يحصل معاك الاكروجينيك كانريكيولار انجري. ده كانريكيولار انجري اللي هي بتتسلم على الفايت. دي طريقه انا بحطها عشان افويد التايت فيكسيشن اوف ريكنال بروب. بعمل حاجه اسمها انتر ساك سوتشر، هي معقده شويه. الدكتور يعني ما اعتقد مش عايز اقول في الفيديو انا اقرا الدكتور عصام الدكتور رامز هيفهموها مش عارف يعني صعب شويه بس اقول مش عايز اشتغل مش عايز اشتغل خطوه من بره خطوه من بره يا سيدي خطوه من بره يا سيدي بكتير يا عم صوت اسمع بعمل سوتشر هنا اهو بعدين بشد التيوب من البانكتم لغايه ما تطلع لي السوتشر دي. يبقى انا بعمل كده ان التو ايدجز فوق بعض بحط سوتشر ثانيه فوقها في البوزيشن ده واسحبها تاني تروح نازله السوتشر اللي انا حطيتها فوق في الساك والسوتشر اللي تحت يبقى موجوده هنا. يبقى انا ما خيطتش في السايد اوف ذا نوز اي حاجه وابقى ضامن ان التيوب فيكسد العيان مش هيقدر يشدها وفي نفس الوقت مش تايت ان مش هتتشد من تحت. يا ريت لو الفيديو يا دكتور نعم لو الفيديو بتاعها مش سامع الفيديو بتاعها لو موجود نشوفها ان شاء الله.
مش عايز يفتح. طيب الكانوليكولار انجري، الكانوليكولار انجريز لازم تتصلح بالمايكروسكوب مش بلوك، عشان تشوف الكانوليكولاي صح لازم تصلح ولازم يكون عندك حاجه اسمها تيك تيك برو اللي هو تحت اللي هو برو دي ناحيتين، في منه مقاسات، في منه سايز الاطفال، في منه سايز الكبار، وله منه كيرفتشرز مختلفه، المفروض يبقى عندك منه مقاسين انت تحاول تجرب في ده وتجرب ده لكن تلاقي المظبوط للعيان ده تستعمله. انا بحب طبعا الامور تبقى سهله جدا لو جالك العيان ناحيه انتاج وناحيه مقطوعه، في الحاله دي انت ممكن ما تحتاجش حتى التليفون، انت مجرد ان انت شايف الفانتوم تروح داخل من الناحيه السليمه وحائم دايت فلوسين، والفلوسين ده انا بحطه على فيسكو الاستيك، الفيسكو الاستيك اللي بيفضل من الدكاتره اللي بيشتغلوا فيكو، تروح منه اي فيسكو الاستيك تحط فيه ستريب فلوسين يبلونه كده وتروح حائمه من الناحيه السليمه، هتلاقي بابل طالعه لك كده بيفضل بابل طالعه لك من ناحيه الكات اند بتاعت الكنايه، انت جبت الناحيه المقطوعه وانت عندك الفانتوم من الناحيه دي تروح داخل وعندك البيض مش كويس مش محتاج، لو عندي تبقى فيري لاكي لو من ناحيه انتاكت وناحيه مقطوعه. المشكله كلها بقى لما يكون عندك اثنين مقطوعين دول بقى اللي محتاجين ما بلاش كبير، يعني تبقى محتاجه شويه اكسبيرينس، لكن مهما حتى مهما قلنا محتاجه شويه اكسبيرينس. الاكسبيرينس بيبول ماي فايند ديفيكال كيس ما يقدروش يعملوا لها ريبير وتاند اب باي ان تعملها الاستراكيونز العينين. الطريقه اللي بتعمل بيها شيك تيك بتخش من الناحيه، لو انت ما كتبتش بقى عملت الفيسز الصبغه وما عرفتش بستعمل التيك تيك تحط تخش فيها من الناحيه السليمه وتطلع، نعمل حاجه اسمها دونت تيوب اللي هي دي دونت جاهزه عاملاها شيء اسمها جوجل بوك جبت منهم والله لقيتها مش فارق قوي عن ان احنا بنعملها الكورين والسيليكون، مش مفيش فرق كتير يعني ولا حتى موفره وقت، يعني هي نفس القصه بس كل حكايه ان طلعت اغلى، لكن جربتها حلو هي نفسها شايفين هي فيها كلورين وفيها السيليكون بتاعتها راكبه فيها، فتسحبها وبعدين تروح مخيط وقطع الكلورين بكوتري بالكامل كوتري وتلفها فوق، لما تيجي تشيلها تروح قاطع وشددها بعد كده بعد ست شهور بعد ما تفحص الكوتري. دي حالات كلها كانت ناحيه سليمه وناحيه بتعمل لهم ريزيرف كويس، المشكله كلها لما بتكون ناحيتين مع بعض. لسه امبارح كان عندي حل ناحيتين مع بعض، طلعت عيني وقال لي ده باي بيست العينه كانت مزعجه بس عيني مختش ولا انا جربتها. انا بعمل حاجه انت مش عارف تكتب فيها ولا لا، بعمل ريبير على قد ما اقدر بحط السيليكون في النص ولما بلاقي العيان متعب بحط له بيست جونز في نفس السكن. وبسيبه بعد ست شهور بشيل السيليكون شوف العيان بعديها بشهر، لو لقيت الريبير سليم وبيتنت اروح شايل الليستر جونز وما اشوفوش تاني، لو لقيت السيستم نوت بيتنت اديني حاطط له حاجه دريننج واشتغلت من هناك ما اخدلوش تالت عمليه واقول العمليه الرقميه باظت. الكانريكل اوبستراكشن بارشل اور سموث الحاجات دي كلها فاريبل، يعني هتلاقي ممكن الدكتور عصام ليه كريتيريا مختلفه ممكن تلاقي الدكتوران ليه كريتيريا مختلفه، ده اللي انا بعمله ان هي لو فانكتم از فيزيبل انا شايف الفانكتم ولاترال اور سنترال اوبستراكشن بعمل كانريك بلاست واحط في بلاست على طول انا ما بحطوش الكلور، لو لقيت الاوبستراكشن واصل لغايه الكومن كانريك يعني او بيك سيجمنت اروح على طول عامل اكسجن واعمل بي سي ار واركز في الكلور بتاعتي. الفانكتم نوت فيزيبل دي زي البيك تيل اللي اتكلمنا عليها دلوقتي. الطريقه اللي بعمل بيها كانريك اوبستراكشن انا عارف ان الدكتور عصام كان جايب كانريك بانش زمان كان بيستعملها، انا بستعمل مش لسه عندك البانشز كنت جايبها من هنا، انا بستعمل اللي هي الكانيولا اللي بستعمل الانترفينس كانيولا بدخل بقى الانترفينس كانيولا انتوا لو فاكرين عليها حته سيليكون وفيها تيف النيدل، النيدل دي اللي هي المتصله على الحته البيضاء دي تسحبها وتدخلها تطول وتكسر، فبتبقى حته صغيره منها بدخلها كلها مغطيه بسيليكون الا الكيب بتاعتها دي. اروح زايقها شويه واروح مكمل زايق السيليكون تاني وبعد كده ازق النيل شويه عشان ما اعورش التيشو ده، مش لازم افك كتيره مره واحده لغايه ما افك الاوستراكشن بتاعتي وبعد كده اعمل الانتجريشن. السي دي سي ار، السي دي سي ار طب اعرف ازاي ان انا مش في بولس بس؟ سؤال
سؤال كويس واجابته اقول لك بتعرف تستنسل انت مش فاضي ما تمشيش في الكريتيريا بتاعتك دايركشن بتاع الكومن كاناليكيوس لكن الفانكشن عارف ان في فيرتيكال مش عارف اللي فيه هوريزونتال لكن نثينج في الحاجات الاوبستراكشن دي بيديك 100% ان انت نوت فوق بتاعتك تفتكر انا بقول لك قلت انا بروح مركب لسه جونز احيانا لما بتتخلى دي علشان يا اما شايف ان دي ترو باسج يعني شايف ان ده كان هيكلوس فعلا وبتحس ان مفيش اي ريزيستنس هي رحله سموث وزي نفس اللي خدته في الساك تلاقي الدنيا ماشيه معاك مع الاكسبيرينس بتعرف انت دخلت الفوست باسج تعرف ان انت مش دي الباسج اللي موجود ففي الحالات دي بتبقى شاكك انا شخصيا ما بديش تشانسز ان العين يجي يقول لك اعمل ايه غلط بروح حاطط له ليست اوف جونز مع تيوب ممكن انا وحبيبي حاطط لك صوره من الصوره او الفوتوغراف السي بي سي ار ليها انديكيشنز بتاعتها مفيش حاجه اسمها ان العمليه دي اوبسوليت في بعض الدكاتره سمعتهم بيقولوا ان السي بي سي ار مع ليستر جونز مفيش حاجه كتير ما زالت الجولد ستاندرد في حالات كتير جدا ما لهاش حل ولا تعملها امتى بنستعملها لما يكون في عندنا ان سكسسفول ريبير في الاسئله الكنريكيوس زي ما قلنا دلوقتي دامج تو الكنريكيوس فروم ريبيتد بروبلمز ممكن يكون الكنريكيوس كومبليتلي دامجز من البروبلمز من الناس نوت بروفيشنالز تبص تلاقي ان مفيش فايده من الكنريكيوس وازاي اشتغل بعد كده partial or total loss of the canalicular system secondary to the tumor removal لما يكون عندنا بيزل سيل كارسينوما داخل واحدة انجل او سكويمس سيل كارسينوما اضطريت تعمل ماسيف انسيجن شفت المنطقه دي كلها ملهاش حل غير بعد ما تتاكد ان مفيش ريكارنس والعين يخلص اذا كان لسه سبلمنتري تريتمنت انك تعمله ريستر كونجنتال مالفورميشن اوف لاكنال درينج سيستم بعض حالات الكونجنتال مالفورميشن اوف لاكنال درينج سيستم هتصلح في سي بي سي ار انفلاماتوري كونديشن زي سايتوزوس وفين بي سي ار ريفيجنز يعني لما يكون في بي سي ار عملت كذا مره وفين مبقاش حل غير انك تعمل لها بقى سي بي سي ار هيستوري بسيط من ليستر جونز معمول من سنة 65 للدكتور ليستر جونز ده دكتور ليستر جونز وده الراجل لسه عايش بيشوف دايما في الامريكان اكاديمي هو اللي بيبيع ليستر جونز شيء اسمه كانسر في مارس هو اللي بيصنعها دي الليستر جونز في اشكال مختلفه انجل وستريت وستريت ولونج وشورت والبولز وغير بولز والكولر دي ممكن تبقى 3 مللي 3 ونص مللي و4 مللي وفي جديد مثلا في حاجه اسمها نوع لاست جرافيا هنا ستوب موجوده في الحته دي علشان ما تخليهاش تطلع من نص العين يعني اشكال كتيره دي مع الوقت الواحد يعرف ايه اللي يمشي فيه اكتر ايه اللي بيحتاجه اكتر بالنسبه للعيانين وبيجيبها دول حاجه اسمها الجولد برو كارد دي اللي بتعمل لنا الفيستولا بعد ما نفتح احنا من ناحيه النوز دي اللي بنخش منها من ناحيه الكرانكل نوصل للفيستولا بتاعتنا تبقى مقاسين واحده تك واحده تن التن بتبقى طويله والتك بتبقى قصيره شويه انا بحب ايه عشان تعرف الطول بتاعها بتحط البروب بعد ما تعمل البي سي ار وتعلمها في ماركر بلان في طبعا في سايزرز موجوده الشركات عامله سايزرز بس السايزرز غاليه انت ممكن بس بتحط التيوب وتحط العلامه بتاعتك وتقيس بالبرجر بتاعك الطول اللي ليستر جونز اللي انت عايزها ايه الكومبليكيشنز اللي بتحصل مع ليستر جونز اكسكلوجن ريت اكسكلوجن مش معناها اكسكلوجن بمعنى كلمه الاكسكلوجن على فكره هي لص يعني بتقع لان هي قاعده soft tissues حواليها المفروض يتقل من الميكوزا لاين كمان شويه فهي مش ماسكه في حاجه فممكن العيان يكح كحه جامده يعطس عطسه جامده يلعب في عينه تبص لها فلا ف it's not exclusion بمعنى كلمه exclusion من الجسم مرارا حتى من هي اتحركت يعني migration حتى من الاسلوب بس الريبورت في الحالات اللي بتفرق 9% 50% من الحالات اعتقد انها مش صح يعني لما بنعمل صح ما بنشوفش في الشارك فروم ذا نوز ممكن عشان كتير داخله من كلمه على النوز لاينس ويريتيشن ممكن بعد ما تعمل العينين عندهم كاميريكو اكستراكشن تعمل لهم ليست اوف جونز يحصل عنده دراينس انت عامل اكسسيف درينج انت حاطط ماسوره زي الماسوره تحت الحوض متوصله للنوز وبتعتمد على السيرفيس تنشن في الدرينج بتاعها اللي مصنوعه من بايبس تيوب فمجرد جرافيتي وسيرفيس تنشن وميه موجوده في العين كل الميه بتشوف زي البلاعه بالظبط نازله على السيستم عشان كده العينين دول ممكن يحصل عندهم درايفز وغالبا العينين دول بيحتاج انك تديهم كتير سبستيتيوتس زي كتير كتير ناتشورال اي حاجه فور جود بعد العمليه. ديت الشارك جاي من النوز دي بايجينيك جلوما جاي على الايدج
دي حاله ما اعرفش حصل فيها ازاي كده، مش عارف يجاب المنظر ده، بس دي تيوب انا ما اشتغلتش بيها وما اعتقدش برضه الدكتور عصام اشتغل بيها. احنا حاجه اسمها الميتاري تيوب فاكرها ولا يعني سمعنا عنها وشفنا دكاتره اشتغلوا بيها بس ما اشتغلناش بيها. دي كانت في اواخر التسعينات بعض الدكاتره اشتغلوا بيها وكانت مش موجوده دلوقتي. دي ساين لطيفه جدا، العين ده بيشرب سجاير ونحن بنقول بيتحرك مع العين. ممكن العين بيعملوا غلاف اللي هي الخوص ولا الشيش خالص جدا بيتحط طالع من عين. دي ده عين انا شفته ومصوره علشان الساين. وتعمل سكرابنج للكنريكيوس كويس جدا وتديله انتبيوتكس بس اخر.
الحلقي الحلقي بتخفش بهذا الطريقه دي. مهما اديته من سيستمك انتبيوتكس وتوبيك انتبيوتكس تلاقيه بيروح ويرجع بيروح ويرجع. ايه اذا عملت كده تلاقيه خف كده. هذه فاجينا جرانيلوما في وجود السيليكون تيوب. دي احد الباثولوجيز اللي بتحصل في الكهربيك سيستم. ممكن يبقى في ريتين فورن بادي انواع الهانت بلاكس بتاع داخل الكهربيك دي كانت فاجينا جرانيلوما. كابليكولار تيومرز هي من دي حاجه يا اما حاجه من الثانيه. يا اما كان تيومر في الليل واكستندنج خد الكاناليكيلاي ده يوجوالي اشهر حاجه احنا بنشوفها كشغلنا البيزا سيل كارسينوما او الموتي فور بيزا سيل كارسينوما اللي هي السيروزين تايب اللي بتبقى داخله جوه واخده الساك والكاناليكيلاي والساك تخش معاك او يكون تيومر جاي من الكاناليكيلاي نفسه اللي هو الكارسينوما وده مش كومن قوي. بس للاسف ان هو لو وجد يوجد الحالات اللي بتكون فيتال السرفايفر يعني 40% تقريبا ليه؟ لانها ممكن تبقى ديسكفر فيري ليت. العينين اللي الدكاتره بتشخصها على انها حاجات ثانيه والعينين اللي بتهملها في شويه في الميه لغايه ما تبقى ادفانسد فممكن يعمل فعلا سيستميك ميتاستاسيس وعينين والريبورت الليتشر بتقول ان الكاريكرا كارسينوما فيتت بنسبه 40%. كيف بتاخد طبعا بيكون يعني يوجد كيف كويس جدا لو تشخصها صح اكسجين وبعدين بعد كده كمان بيوريستا جونز يعني وسيرت مارتن تبقى بالدور العادي. To sum it up, toxic pontine stenosis is very common in practice. لازم evaluate the cannulator system in all trauma cases. Meticulous and cautious probing ده مهم جدا عشان تأفوت الاتجاهات pontine cannulator injury. لكن التيوز should be neither tight nor loose. لأن اللوس تعمل irritation وتخش في العين عشان كده بحط الانترسكسو عشان ما يشدش التيوب في العين. في نفس الوقت مش عايز في نفس الوقت يبوظ الكاناليكيولار سيستم وادخله في وسط الشارع. سسبكت كاناليكيولايتس من اليدر من الكاناليكيولايتس من الكاناليكيولايتس من الكاناليكيولايتس زي ما قلنا اي حاله من حالات لك ريزيستنت اللي هي فيها نوت ريسبوندنج شفت ان عنده كاناليكيولايتس ولغايه دلوقتي انا بقول سي سي ار ستيل جول سكاني فيبر برضه عايز اوريكم طب حابب انا اتكلم على الكاليكولايتس انا اوريكم بس ذيس از لاست كيس اي دوت الكاليكولايتس دي المين دايجنوستيك او مين ساين اول ما بس على الباكتر تلاقي باص طالع لك وذيس از نوت ايشو في كونجين في الكرونيك كابسيستايتس بعمل سنيب و يعني هنشوف كمية الكونسيرشن ستراك وبالكيلات بتاعت الكاليزين عادي خالص وابتدي اطلع كل الكومبوننت اللي جواه كمية ممكن تبقى وهمية زي المنظر اللي احنا بنطلعه وساعات بيبقى طوب وي هاف تو كيلات كويس قوي لما اطلع كل الكونسيرشنز اللي جوه وبعد كده بعمل روش اي بريفير روشنج بقطر بيجا موكس بحطها على سرنج عادية والكانيون كناية كانت مسايل واروش الكناليكس وعمال اجيب يعني عمال ادوس وعمال اجيب كمية عالية وبعد كده بعمل روش ودي عبارة عن سرنج عادية فيها بيجا موكس جاست تو كلين. This is the best way ان انا اعالج موضوع كانيكلايتس سيرجيكال وذاوت ميديكال يعني ميديكال كانيكلايتس ما ملوش اي رول. مش انجكشن ده جاست ووشنج ده ووشنج طبعا عينه بس عينه زي دي كانت هتاخد لوكال اراوند فيتريشن كل الاريا طبعا لازم ادي لوكال ممكن اعملها تاني وتاني بس العينه يعني لسه حاضر ودي كان عندها يعني ديسشارج فور لونج تايم طبعا السايز بتاع الكانيكلس ده يعني باين قوي ان هي كانت جاي ساعات سام تايمز ما بيبقاش باين يعني سام تايمز انا هوريكم لو نبص على درجه بسرعه كده الفيديو مختلف شويه لان جاست ان انا بدوس على البانكتر بجيب باص بدي لوكال اهو زي ما بتقول يا دي كلها بدي بدي لوكال وبعدين بوسع البانكتر بعدين بسنيب
تايمز يبقى مش شرط يكون البنكتر او الكنترايز في السايز ده ممكن سايز اقل. وابتدي برضو اعمل سبريد والهم كل التيشوز. وباي ذا واي التيرنج على كده كويس جدا مفيش اي مشاكل، يعني ما بقاش خايف ان هيحصل تيرنج او هيحصل ديسفيجرمنت للبنكتر ولا حاجه نادر. التيرنج زي الفل عادي خالص، الكميه عماله تطلع تطلع كوبتيونين برضو كونسيرشن صغير كل ده بنكتر. ويجب يا جماعه لما الاقي الاكتيميشن بليز انا قصدي الشارج اما الاكتيميشن لازم افكر في الابر اكتر من اللور. الموست كومن افكتد بنكتر سايد هو الابر كناليشن